الصلاة على جنازة يرحمكم الله، جنازة رجل. الله يستر عليكم.
حيدوا من الصراحه حيدوا هذا يوم الذي رئيس مؤسسة الطيب الصديقي الحق فنان عزيز الفضيلي من أبناء المسرح وبالتحديد المسرح البلدي تحت إدارة الطيب الصديقي في فرقته مسرح الناس، كان كممثلا في عدد من الأعمال المسرحية البارزة منها مسرحية المقامات بديع الزمان الهمداني، ولم يكن سواء ما كانش غير ممثل الله يرحمه، بالعكس كان مبدع في فن مسرح الأطفال، مسرح الدومة، التغنجة المغربية، كان من أبرز سفرائها في العالم وفي أوروبا، كان كذلك ممثل سينمائي تلفزي منشط إذاعي عن طريق أحوال الطقس في إطار تلفزة تتحرك مع عنضر بكر والطيب الصديقي. الكل يتذكر تلك العطاءات، فنان محبوب، إنسان دؤوب الله يرحمه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الله يرحمه، الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. حقيقة زعما ماشي الفقد صعيب، وفي هذه الحالة هذه كتولي كتقول ربي بغاه ربي خداه، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني الصبر ديال العائلة ديالته وديالنا حنا حتى حنايا أصدقاء وزملاء في العمل، يعني باقي محتاجين به، باقي محتاجين به بزاف. الله يرحمه ويوسع عليه، الله يرحمه ويوسع عليه. المرحوم الله يرحمه فقدته الصحة الفنية. المرحوم كإنسان، إنسان خلوق، إنسان سموح، إنسان طيب، إنسان بالعار، إنسان اللي فتح قلبه لجميع الفنانة كإنسان، يعني داك الشيء اللي كتحمل الإنسانية كتوفر فيه، وكفنان فنان مبدع كون أجيال، عدة أجيال. البداية ديالو كان هو أستاذ ديال المسرح الطفل، كون واحد العدد من 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 اللي هما دابا رواد ديال المسرح الطفل، رجل اللي عطى في السينما وعطى في التلفزيون، وكون وليداته وقراهم ووصلهم. الله يرحمه، الله يغفر ليه، والله يصبر. والله